إذا فعلا مشاهدينا لكل بطولة أكيد هدايا خاصة فعلا نقتنيها كذكرى دائما تذكرنا في هذه البطولة، خصوصا محل فاطمة محل للهدايا التذكارية التي تعرف أكيد الضيوف هنا في قطر على عاداتنا وعلى تقاليدنا وكل شيء من التراث، وموجود هذا المحل في ميناء الدوحة. يا سلطان، يا فعلا حلوة هذه الذكريات، يمكن شغلة مهمة يعني. كل الشكر للأخت على المحل هذا اللي تقدم أفضل الهدايا التراثية القطرية، هي عن تبرز عن البشوت أو عن برقع الطير أو صحيح. ما شابه ذلك. فأعتقد أن كلها تعرف عن العادات القطرية طبعا، فبيض الله وجهها كل الشكر والتقدير لها. فكثير من الجانب اللي جوانا يتعلمون ومستمتعين بهذه العادات والتقاليد والأشياء اللي هم يشوفونها طبعا. طيب، إذا عودة إلى ضيفتنا طبعا عندنا في الاستديو سيدة فورينيكا. سيدة فورينيكا، احنا طبعا نتكلم معك بالعربي وهناك مترجم باللغة الفنزويلية. كلمين عن أجواء كأس العالم. الآن أنت متواجدة في الدوحة وباقي عن الحدث 3 أيام وراح ينطلق أهم حدث على مستوى العالم. bueno. حسناً، أنا سعيدة للغاية بالتواجد هنا، وجميع الجماهير اللاتينية التي تتواجد هنا سعيدة للغاية. دولة قطر مكان سياحي مميز للغاية، ونحن رأينا تغيير كبير في البنية التحتية في قطر، وبإمكان الجماهير الاستمتاع بمنشآت مونديال قطر والاحتفالات. هناك العديد من الأشخاص مع قمصان منتخباتهم، وهذا أمر مذهل. توقعاتك في النهاية بشكل عام، نستبق الأحداث شوي، ما توقعاتك من بالنسبة للمنتخبات المشاركة؟ حسناً، هذا سؤال صعب للغاية، لأنه بكل تأكيد هناك أفضل منتخبات في العالم ستشاركنا في قطر، وبما كوني لاتينية لذلك أقول بأن الأرجنتينيين هم من سيفوزون بكأس العالم في مصر. ناصر، يمكن أكثر ضيوف كلهم من الأرجنتين، وأنا بشكل شخصي ترى متوقع الأرجنتين من قبل فترة. وصراحة الأغلب قلت لك، يمكن تحدثنا عن هذا الموضوع هذا، الأغلب يروح للبرازيل، الأرجنتين، وتمني العالم يمكن بشكل كبير أن البرتغال والأرجنتين يكونون في النهائي. طبعا فيرونيكا، انت عشتي في الدوحه لمده 10 شهور، فاعتقد ما نحتاج نعلمك عن هذه القهوه. القهوه عندنا هو شيء اساسي لاستقبال الضيوف، ودائما ما نبدا بالضيف خلينا نقول يحتسي هذه القهوه. سي سي سي، نعم اعرف هذه القهوه. طيب، خلينا نتكلم شوي عن رايك بالثقافة العربية او التراث القطري بشكل عام. اعتقد في هذه العشر شهور الماضية اللي عشتيها في الدوحة، فأعتقد شفت فيها أشياء كثيرة في الدوحة من ناحية التراث، حدثينا عنها. bueno. حسناً، الثقافة القطرية في بلد رائع للغاية، وهو بلد إسلامي ولكنه منفتح على ثقافة الآخرين. المعظم من يعيشون في هذه الدولة لديهم ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والكل يحترمها، ولذلك يتوجب علينا احترام الثقافة والعادات والتقاليد القطرية. أيضاً شهر رمضان مميز للغاية، أعجبني كثيراً، وهي خبرة رائعة بالنسبة لي أنا، أول مرة في أول دولة عربية. جميل فعلا فيرونيكا اطلاعك على عاداتنا وعلى تقاليدنا، وأيضا وجودك في رمضان. عموما احنا شاكرين وجودك معنا فيرونيكا كمشجعة برازية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أكيد نرجع لزميلنا عبد الرحمن الأشهر.